حدثنا علي بن بحر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن زياد بن حذيمين السعدي عن أبيه عن جده حذيمين السعدي أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا. قال أبو عبد الرحمن وحدثني أبو خيثمة حدثنا جرير فذكر مثله.